نجمنا النهاردة من مواليد 24 نوفمبر 1964، عنده في رصيده 2 بطولة كاس مصر وبطولة وحيدة للسوبر المصري المحلي. هو نجم مصر والاتحاد اسكندري الكابتن طارق العشري. يا مساء الأنوار على أبو الكباتن الكبير، ومباشرة إلى هذا الحوار الرمضاني. مساء الأنوار كابتن مدحت، وكل سنة أنت طيب ورمضان كريم عليك وعلينا يا رب وعلى الأمة الإسلامية. طيب احكي لنا بقى عن ذكريات الطفولة مع شهر رمضان. لا ذكريات كبيرة جدا، يعني أنت بترجعني حوالي يعني 30 سنة لما كنت في كفر الدوار مع والدتي ووالدي. مفيش شك طبعا رمضان معاهم طبعا بيبقى الواحد بيفتقدهم، يعني دي نمرة واحد، لأن والدي توفى الله ربنا يرحمه، والدتي طبعا موجودة ربنا يديها الصحة، لكن العشرة معاهم والتعامل مع الإخوات واللمة كان زمان على الطبلية، الأكل البسيط مش الأكل اللي انت شايف المشمر والمحمر، لا حاجات بسيطة جدا جدا، وكنا سعداء. وكمان اللمة بالعمامي هناك ولا خلاني، فطبعا يعني كل ده طبعا كان بيدي أجواء كبيرة جدا، حتى مع الأصحاب حتى مع الجيران. الجيران لما كان يعني كان في الباب ده ما بيسكتش، يعني ساعة الفطار تلاقي كله عجيب لك طبق معين بيقدمه ليك، وانت نفس الكلام بتبادل. فكانت في ألفة كبيرة جدا جدا في الشارع، الشوارع كانت بتتزين طبعا، موائد الرحمن ما شاء الله، الجوامع ما شاء الله مفتوحة، الناس طبعا كلها يعني للخير. الدورات الرمضية كمان، يعني سواء انا كنت حريف قدام الشارع في الشارع قدام البيت. جميل. ايه هي الطقوس اللي بتواظب عليها في الشهر الكريم؟ نمرة واحد الصلاة في جماعة، لان عشان تقدر يعني الجوامع ما شاء الله في رمضان كلها بتبقى مزدحمة، فكنا دايما كل الصلوات في جماعة. حاجة تانية طبعا قراءة القرآن برضو من الطقوس طبعا شهر رمضان، لان ده شهر ما تفوتش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. فكان ده شهر مبارك احنا بنحاول فيه نجمع فيه اكتر حاجة روحانية، وانا بالنسبة لي كانت رياضية، لان كان قبل الفطار شيء وبعد الفطار شيء تاني. قبل الفطار طبعا ما فيش شك لحد صلاة العشاء والتراويح، وبعدها الدورات الرمضانية على طول. فطبعا دي كانت بالنسبة لنا يعني شهر لإعادة تاني التركيز من جديد، وبناء طبعا شخصيتنا خلال الصلاة تقرب ربنا سبحانه وتعالى. طيب خلينا نتكلم على الأكل بقى. إيه الأكلات المفضلة اللي انت بتحبها خلال شهر رمضان؟ لا أقول أكلات مش أكلة واحدة، يعني أمي ربنا يعني اديها الصحة مبدعة كتير، يعني في أولا برام الرز المعمر ده كان اساسي على الـ على الـ على الـ على السفره او الطبليه في البيت. فطبعا يعني ده انا كنت بحبه جدا، خاصه لما يكون متمون كويس جدا بالحمام. كان عندنا احنا برج حمام، كنا دايما ناخد الزغاليل ديت ندسها دايما في الرز. طبق الباميه باللحمه ما فيش شك طبعا ده من الاطباق اللي انا بحبها كتير جدا جدا. اول يوم بالذات هو اليوم المفضل، لان احنا كنا بناكل حمام كتير جدا، لأن ده بيبقى يعني الافتتاحية. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الكابتن الكبير طارق العشر. انت طبعا مش من زمان قوي، لكن هل اختلف رمضان زمان عن رمضان بتاع اليومين دول؟ زمان الألفة كانت أكتر، البر كان أكتر، تقارب بين الأقارب أكتر. النهاردة الدنيا فرقتنا صراحة، وكمان دخل لنا مشروع كورونا ده، فالناس كلها بقت بعدت عن بعض حتى الأقارب. يعني ده المفترض رمضان ده بيقرب البعيد، وده كان موجود زمان. الناس كلها أنا بقولك كانت الباب بيتخبط علينا من الجيران عشان بيجيبولك أطباق، سواء طبق رئيسي أو طبق حلو حتى. يعني الكنافة طبعا كله كان بيبدع عمل الكنافة في البيت، فكان طبق أساسي. فمفيش شك طبعا ديت احنا افتقدناه. النهاردة كل بيت في عصرنا دلوقتي قفل على نفسه، يعني حتى جارك اللي قدامك انت بتسألش عنه، فطبعا ده ما كانش موجود. لا زمان كان صراحة رمضان أحلى. بالنسبة للدورات الرمضانية، هل كنت بتشارك فيها خلال شهر رمضان؟ لا ده حدث ولا حرج في الدورات الرمضانية. كنا عندنا في دورة مشهورة جدا في مدرسة أنا كنت فيها، اسمها مدرسة ابتدائية، اسمها مدرسة بولس الابتدائية، عندها حوش حلو قوي مقفول وفي أنوار
كنا بنحط له انوار وفراشه، وكل كفر الدوار دي كانت بتشارك في الدوره دي مستنيه رمضان عشان تشارك في الدوره دي. الدوره دي كانت لمده 30 يوم رمضان، وكانت بيتم الاعداد ليها من بدري من قبل رمضان في الشهر اللي هو اللي قبليه، وكانت الناس كلها في كل من كل احياء كفر الدوار كانت بتشارك، وكانت يعني صراحة يعني دورة قوية جدا جدا، كانت عندها حضور جماهير كتير، كان في نجوم كتير جدا. كابتن حسن شحاتة كان بالنسبة لنا لما كان بيجي، كابتن أحمد ناجي لما بيجي، كان في كابتن إسماعيل مصطفى بيلعب في الأولمبي، كابتن حوني بيلعب في الأولمبي، الناس اللي هي كانت بتلعب في الأولمبي كانوا بيستضيفوا. مرة جه جمال عبد الحميد زمان بيستضيفوا نجوم كتير جدا وبيجوا يحضروا يوم في الدورة دي. الدوره دي يعني انا كنت بستناها وكنت يعني بابدع فيها، ومنها انتقلت النادي الاتحاد. احكي لي عن اطرف المواقف اللي انت لا يمكن تنساها خلال مشاركتك في الدورات دي. في الدوره دي بالذات احنا كنا مشاركين بفرقه يعني كل شارع بيعمل فريق، فاحنا كنا الشارع الفريق الاضعف، لكن احنا وصلنا للنهائي في الدوره دي. انا مش عارف سنه كام، لكن احنا الناس فاجئوا بمستوانا ووصلنا نهائي الدوره دي. ايه اغرب المواقف اللي ما تقدرش تنساها خلال مسيرتك الكروية في شهر رمضان؟ يعني هي الحاجة اللي كانت مميزة ان احنا كنا كلاعبين بنصر على الصيام في رمضان، رغم ان المباريات كلها كانت تبقى الساعة 2 وساعة 3 في عز الظهر، وكان هناك بعض المدربين مش عاوز اذكرهم بالاسم لان ربنا يمسيهم بخير ربنا يرحمهم، طبعا هم بيدور ان هو ان اللاعب بتاعه يبقى في كامل لياقته الذهنية. تعرف رمضان بياخد من تركيزك، فكان بيجبرك على الافطار، فكان بعملة زي عارف انت القط والفار، احنا نقول اه فطرنا، هم يحضروا الفطار ما نفطرش وهم يجروا ورانا عشان يفطرونا، لكن احنا طبعا ما كناش كنا بنصر على الصيام. فينا اللي كان مضطر انه يفطر، وفينا اللي هو كان بيواصل على الصيام، ودي طبعا كان سلبية كبيرة جدا، سلبية اصلا من تحديد المباراة في المعدة. لكن هي المشكلة ان ما كانش فيه اضواء انك بتلعب عليها، وكانت كل الملاعب المتاحه هي انك بتلعب الدور. كلمني بقى عن ذكرياتك تحديدا في شهر رمضان. يعني قبل كنا في مره في الكونغو، كنا فين؟ في انجولا، في انجولا في رمضان، وصادفنا ان احنا هنلعب لا في نيجيريا يا ربي، وهنلعب مع فريق من نيجيريا في البطوله الكونفدراليه مع الحرس، وهم اختاروا عارفين ان احنا بنلعب في رمضان يعني الشهر ده شهر رمضان وصايمين، واختاروا ان يلعبونا في عز الظهر. طبعا احنا الموقف اللي قابلني ان الولاد ادوا شوط كويس، الشوط الثاني وقعوا لدرجه ان هم كلهم معظمهم اغمى عليهم من درجه الحراره العاليه، وخسرنا المباراه 2-0. في نهايه الحوار شكرا جزيلا لنجم مصر ونجم الإسكندرية بالكامل كابتن طارق العشري.